الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صدق الله العظيم. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous nos élèves que nous aimons très fort. Vous êtes dans une école qui s'appelle Al-Hanan. Que veut dire Al-Hanan? La tendresse, l'amour, le bonheur, l'émancipation, réussir. Et c'est ça, Al-Hanan. Et ça, ça fait depuis 41 ans maintenant. بكل حب واحترام في مقر العلم والمعرفة، ونتطلع بشغف إلى رحلة تعليمية جديدة. مرحبا بكم أبنائي الأعزاء، سعيد بلقياكم مرة أخرى، وأتمناها سنة مليئة بالجد والاجتهاد دائما مع مؤسستنا، مؤسسة الحنان الخاصة.